مجلس الاثنين، يعني هذه العادة الجميلة للنادي الثقافي، أسبوعيا يمتعنا فعلا بضيوف أكثر يعني من مميزين، ونستعيد معهم الكثير من الذكريات، أو أحيانا يتم طرح موضوع معين، وفي هناك رواد أصبحوا كذا أساسيين موجودين في مجلس الاثنين. أتوقع رغم يعني أحيانا تكون مشاغلهم وارتباطاتهم وغيرها، لكن كذا من الأسماء المعروفة في هذا المجلس، لأن المجلس فعلا يستحق أن الواحد يروح ويتعنى ويسمع وأحيانا يناقش. لقاء اليوم يعني من اللقاءات فعلا الممتعة والمثيرة والجميلة، والأحلى أنك أنت تستعيد هذه الذكريات الرائعة مع واحد يعني عصر كثير من الإنجازات والمنجزات، وتنقل في أكثر من وظيفة، في أكثر من موقع، في أكثر من مكان. الأستاذ سالم الغيلاني، دبلوماسي سابق، كاتب إعلامي تربوي، رجل مهتم بالشعر الشعبي، رحلته مع التعليم رحلة جميلة، في له حياة خاصة مع الصحافة ومع الإعلام، أسس مجلة متخصصة معنية بالتراث والأدب والفنون وغيرها، من أوائل المجلات المتخصصة معنا في السلطنة مجلة السراج، رجل الاهتمام أيضا بالمنتدى الأدبي، كاميرتنا كانت موجودة، وكل هذه التفاصيل إن شاء الله بتكون في هنا عمان بعد قليل. شهدت شواطئ سور الفيح طفولتي ومطلع صبايا، واكتحلت عيناي بجرفتي بحرها وصفاء سمائها وخضرة تربتها وشموخ دلعها، وكم شهدت مجالس شعرائها واستمتعت بصولاتهم وجولاتهم في مبارزاتهم الشعرية الحامية. في هذه البيئة الغنية بجمال الطبيعة وجلال التاريخ وعظمة الفن الشعبي الأصيل كانت أيها الأخوة نشأتي. من هنا كان حبي لهذا اللون من الشعر الشعبي الذي بدأت أهتم به وتفرغت لتسجيله ودراسته وتأصيله عندما أتيحت لي الظروف لذلك. وإن كنت قد افترضت لمغادرة عمان ومدينة سور في سن مبكرة في 16 من عمري تقريبا للعمل والدراسة كغيري من العمانيين في ذلك الوقت، صراحة فرصة طيبة اليوم أن نحضر مجلس الاثنين للاستماع إلى الكاتب والتربوي والإعلامي والسفير السابق الأستاذ سالم الغيلاني ليتحدث عن تجربته في العلم والتعلم وتجربته الإعلامية، ويتحدث عن تأسيسه لمجلة السراج التي في فترة من الفترات كان لها حضور بارز. وهذه فرصة طيبة بأن النادي الثقافي يحتفي بالشخصيات العامة التي لها دور بارز في 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 المجال الوطني ولها إسهامات سواء في مجال العلم والتعلم أو في مجال الإعلامي.
بطبيعة الحال نادي ثقافي عودنا دائما بهذه الأمسيات الاحتفائية أو هذه الاحتفائيات بأسماء لامعة انشأنا في الثقافة في المشهد الثقافي بالسلطنة، وليس خفيا على أحد يعني أنه الشيخ سالم الغيلاني رجل تربوي ورجل ثقافة ورجل اكتسب من المعرفة والخبرة والتجربة ما تؤهله لكي يحكيها لنا في هذه الأمسية الليلة. أنا متأكد أن اللقاء كان كذا ممتع وكثير من الذكريات الجميلة، وفي كانت هناك أيضا مداخلات مع المجموعة اللي كانت موجودة، وأنا أشوف الصور يعني فعلا كذا ناس ثابتين، هم كذا ضيوف ثابتين لمجلس الاثنين، وهذا كثير إيجابي. أستاذ سالم الغيلاني أتوقع كذا اليوم جاوب، وكانت هناك كثير من الأسئلة، وكانت هناك بعض الأسئلة تذكر أنها كانت غير متوقعة نهائيا. رحبوا معي أستاذ سالم الغيلاني ضيف عزيز أيضا في برنامج هنا عمان هذا اليوم. مساك الله بالنور. مساك الله بالخير أخ خالد، وأنا شاكر جدا لكم لإتاحة هذه الفرصة لي للتحدث عبر تلفزيون عمان لإخواني وأبنائي المشاهدين. ولقد سبق لي وأن زرت تلفزيون عمان عدة مرات في المراحل المتعددة في عملي الوظيفي طوال السنوات الأربعين الماضية. الله يعطيك طولة العمر إن شاء الله والصحة والعافية. يا أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك، وإحنا سعيدين بوجودك اليوم. أشكرك. وخلال هذه الإطلالة في برنامجنا وشاشة تلفزيون السلطنة. أشكرك. مثل ما اليوم المجموعة كذا استمتعوا بوجودك. أيوة أيضا كانت واستعادوا معاك كثير من الذكريات. بالضبط. وحتى فاجئوك أتوقع بكثير فعلا من الأسئلة غير متوقعة. بعضهم كان من زملائي الذين كانوا معي يعني. نعم. يعني منهم الأستاذ الأخ أحمد الفلاحي. نعم. والأخ العامري هلال العامري. نعم. ومجموعة كانوا حاضرين بارك الله فيهم، أسماء معروفة. أيوة. وأيضا شايف حتى والملفت أيضا وهذا الشيء الجميل. نعم. في مجموعة من الشباب. أيوة. يعني كانوا الشباب موجودين فعلا وتفاعلوا معك بشكل حتى كبير. أنني ذكرت في الحوار الذي دار بيني وبينه أنه نحن في الفترة الماضية بالرغم من الإمكانيات المحدودة جدا في المجالات المختلفة الإعلامية الثقافية وغيرها، ومع ذلك استطعنا أن نعمل شيء. صحيح. فأنتم الآن تتوفر لكم كل الأشياء بفضل قيادة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد. نعم. لم يبقي شيئا إلا وفره لكم. الحمد لله. وعليكم الآن أن تكملوا هذه المسيرة بإذن. نعم. الله تعالى. لا هم مجتهدين وانتم لاحظوا حتى وجودهم في النادي الثقافي أو بعض المؤسسات الأخرى. صحيح. دليل على هذا الاهتمام. نعم. إيش اليوم كذا يعني المجموعة اللي سألوك إيش ذكروك يعني إيش يذكرك اللي كانت حاضرة؟ والله حفروا في ذاكرتي أشياء مرت في من أواخر الخمسينات ما شاء الله وحتى الآن. يعني أنا بدأت رحلتي الأولى من صور في 1959 مع والدي رحمة الله عليه إلى الكويت. فكان الكثير من العمانيين في تلك الفترة يسافرون إلى دول الخليج العربي كالكويت وقطر والبحرين، وأكثرهم إلى الكويت لأن الكويت في تلك الفترة كانت يعني مهتمة اهتمام كبير جدا في التعليم. وحتى أنها أوجدت فرص للدراسات المسائية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية العامة. صحيح. وهذه أتاحت فهذه كانت فرصة لنا جميعا. تمكننا من خلالها أن ننهي المرحلة الثانوية في الكويت ثم نكمل الدراسات الأخرى خارج الكويت. نعم. كنت تحمل معك يعني
هذا الموروث وهذا التراث وهذه المفردات الثقافية الشعرية الجميلة، وانت من بيئة اساسا كذا يعني معروفة، بيئة شعر وموروث وثقافة وفنون صحيح. وغيرها نعم. كانت موجودة معك؟ هل نقلتها إلى هناك؟ لا الحقيقة أنا عندما بدأت أنهيت المرحلة الثانوية في الكويت وبعدين كانت الكويت تلحق كل، لأن كانت بحاجة ماسة إلى معلمين وتفضل معلمين من الخليج والجنوب نعم، يعني تفضل هؤلاء. فبعد أن يتخرج أنهوا المرحلة الثانوية يلتحقون بدورة تأهيل تربوي نعم لمدة 6 أشهر ثم يلتحقون في التعليم. فأنا كنت أحد سعداء الحظ أنني أنهيت المرحلة الثانوية وأنهيت الدورة هذه والتحقت بالتدريس في الكويت لسنتين فقط. بعدها وجدت حصلت على منحة دراسية من العراق فذهبت إلى العراق وأنهيت المرحلة الجامعية في كلية التربية، ثم عدت ثانية إلى الكويت وعملت فيها في التدريس وفي الإدارة المدرسية حتى سنة 1968 نعم. حينها زار المرحوم الشيخ زايد رحمة الله عليه الكويت وكانت أول زيارة له، وكانت الكويت في ذلك الوقت تعامل العمانيين ككل معاملة واحدة نعم. بما فيهم الإمارات العربية المتحدة نعم نعم. فكنت أنا حينها صندوق أمين صندوق الطالب العماني في الكويت، نجمع تبرعات من العمال والموظفين العمانيين لنساعد أبناءنا الطلبة بعد الانتهاء من الدراسة الثانوية وإرسالهم إلى الخارج. ممتاز، فكرة جميلة. فوجدت فرصة الشيخ زايد موجود هناك وكان بصحبته المرحوم الشيخ عبد الله الطائي رحمة الله عليه نعم نعم، والأستاذ أحمد السويدي. فتقدمت برسالة إلى الشيخ زايد بصفتي أمين صندوق الطالب العماني أطلب منه فيها مساعدة المساعدة للطلاب الذين نتوخى أن ينتهوا من المرحلة الثانوية للخارج. فكان رحمة الله عليه وافق على منح الأعداد التي تقدمنا بها نحن وأمر بإعطاء مبالغ يعني مثل ما تقول هدية منه لكل الطلبة العمانيين الموجودين في الكويت بمعدل 30 ريال عماني لكل طالب في تلك الفترة. طبعاً كان هذا المبلغ له قيمة صحيح، وكمثل ما قلت لك كانوا العمانيين ككل بما فيهم الإمارات يعني نعم نعم. فطلب مني أنا بعد أن انتهيت إني لماذا لا أذهب إلى أبو ظبي للعمل هناك، أليس الأجدى بك أن تذهب إلى هناك إلى بلدك؟ فطبعا كانت هذه فرصة كبيرة جدا لي أنا لأكون قريبا من مسقط الرأس نعم وميدان الأحلام نعم ومرتع نعم الصبا نعم. فوافقت، فأمر المرحوم الشيخ عبد الله الطائب بكتابة رسالة إلى وزير التربية اللي هو كان الكندي على ما أعتقد علي الكندي نعم. ومن حسن الحظ أنني وصلت في الفترة التي كانوا فيها يبحثون عن مدير للتعليم في المنطقة الشرقية ويفضلون مواطن من أبناء يعني أبو ظبي أو عمان يعني أو الإمارات، فعينت مديرا للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية في نعم. إذن بداية الرحلة كانت مع التعليم، مع التعليم. كان من دولة الكويت أو نعم. أيه. من إمارة أبو ظبي في الإمارات، إمارة أبو ظبي وفيما بعد أيضا في السلطنة. أول ما بدأت بدأت في التربية نعم. والتعليم نعم. وصلتني برقية من مولاي صاحب الجلالة يرجى حضوركم للتشاور معكم في شؤون التعليم من أبو ظبي بعد أنا تمكنت من فتح أقسام داخلية في العين نعم، ضمت أكثر من 500 طالب من الظاهرة ما شاء الله منطقة أيوة. الظاهرة وكان نعم. المرحوم يشجعنا على هذا نعم نعم رحمة الله عليه. فوصلتني هذه البرقية فرحت فرح كبير جدا وجئت رأسا إلى عمان الله.
هذا كان منعطف آخر في أيوة في حياتك. أخرى من المراحل. بأن تطلب من السلطنة. شوف من الكويت. نعم. إلى أبو ظبي. إلى عمان. إلى عمان. أيوة. والبدايات كلها مع التربية والتعليم. نعم. نعم. فعينت وكيلا للتربية والتعليم، مديرا عاما للتربية، ثم وكيلا لها. وبعد فترة زمنية لا تتجاوز سنتين. كانت عمان بحاجة إلى عمل دبلوماسيين. نعم صحيح. يمثلوها في الخارج. بعد أن توسعت علاقاتها الدبلوماسية. فنقلت من وزارة التربية إلى وزارة الخارجية. يعني استمريت في التربية تقريبا 3 سنوات. بين تقريبا سنتين. سنتين يعني. نعم نعم. ثم يعني صاحب الجلالة، أنا قلت له مولاي أنا لا ليس لي خبرة في العمل الدبلوماسي، فأنا تربوي أولا وقبل كل شيء. فأمر أطال الله في عمره آمين بإبعاثي إلى بريطانيا لحضور دورة متخصصة في العمل الدبلوماسي. للعمل الدبلوماسي نعم. لمدة سنة، والسنة اللي قبلها للغة. نعم. عدت في 75 وعينت أول سفير في جمهورية الباكستان، ومنها نعم. تتالت التعيينات هذه. نعم نعم. ففي هذه الفترة وقبل أن أرسل إلى الخارج كنت أفكر في إصدار مجلة ثقافية تعنى بالثقافة. نعم. وهذه كانت أول مجلة متخصصة بهذا الموضوع في عمان. عملك في وزارة التربية وعملك في السلك الدبلوماسي وفي الصحافة الأدبية. أنا بجيك لكن نعم. يعني أنت ما كنت بعيد نهائيا رغم مشاغلك في التربية ورغم مشاغلك الدبلوماسية عن الجانب الثقافي بالضبط. والأدبي والشعري إيه. والموروث وغيره. لأن فعلا نحن أنا لاحظت في تلك الفترة الحمد لله الأمور تسير سيرا حسنا بفضل قيادة مولانا صاحب الجلالة، ولكن الثقافة يراد أن تتحرك، أن يحركها المواطن نفسه يعني. فكون البلد تفتقر إلى مجلة متخصصة شيء يعني أمر يحتاج إلى أن الواحد يبذل جهده. صحيح. وبالرغم من أنه لا يوجد مطبعة في عمان في ذلك الوقت إلا مطبعة وزارة الإعلام قديمة مستخدمة. نعم. فهمت؟ جاء بها من الأردن على ما أعتقد. فهمت؟ حتى كان مديرها المرحوم عبد الله بن صخر العامري نعم يعني. رحمة الله عليه. نعم. فكنت نعم. أسست هذه المجلة وكنت أقوم بطبعها في الكويت. أرسل مندوب من قبلي شهرياً كانت تصدر؟ شهرياً نعم. شهرياً أي. نعم. أرسل مندوب من قبلي يبقى هناك فترة 2-3 أيام ثم يعود ثانية بالمجلة معه إلى أن توسعت يعني المطابع. لكنها ما استمرت إلا تقريباً أقل من سنة. نعم نعم. والسبب يعود في ذلك مادي بحت. مادي بحت. أولاً المجلات الثقافية في كل الوطن العربي التي الفردية إن صح التعبير لا تستمر أكثر من سنة أو سنتين. والسبب يعود في ذلك أولا أي مجال أن تستمر إلا إذا كانت لها إعلانات. بالضبط. فهمت؟ والمعلن التاجر لا يحبذ الإعلان في مجلة أدبية متخصصة لها قراء معينين. نعم. ولها توزيع محدود، فيفضل أن يعلن في المجلات التجارية الأخرى. نعم. هذا سبب. السبب الثاني قلة التوزيع يعني. فتوزيعها كان محدودا، ولولا يعني دول الخليج. نعم. ومنها السعودية المؤسسات الثقافية الحقيقة هي كانت أيضا تدعمنا وتشترك فيها، ووزارة الدولة لا أنسى وزارة الدولة في ذلك الوقت. نعم. كانت كل وزارة كنوع من الدعم أيضا من الدعم من الحكومة. أيوة. بطريقة يعني يمكن مباشرة غير مباشرة. نعم. نعم. باشتراك سنوي بالضبط. في الجهات الحكومية. فكانت كل وزارة تشترك في عدد معين بما فيهم ديوان البلاط السلطاني كان يشترك نعم. بحوالي 250 عدد. نعم. وهو ليس بحاجة إلى هذه العدد. صحيح. ورغم هذا كله نعم لم نستطع أن نستمر لأن التكلفة ضعف
ال 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 رغم ان هي يعني عملت لها قراء وبالعكس في يعني كل الخليج ونقلت ثقافتنا وموروثنا وعرفت الاخرين ايضا بمجموعه من شعرانا ودبانا نعم حتى انا اليوم جبت نماذج منها وزعتها في النادي الثقافي اليوم ما شاء الله ذكريات قديمه معناتها هذا كان توقف الأولي أيوة. وفي بعدين كان لك حنين أيضا أنك أنت عدت أنا من الخارج واستغريت في وزارة الخارجية وأصدرت المحاولة الثانية ولكنها أيضا صارت على نفس الموال الإمكانيات المادية هي التي كانت سبب في عدم استمرارها لأن المكتتبين فيها من خارج عمان الواحد لا يقبل أن يساهم أو يشارك في كتابة أي موضوع إلا بمبلغ لا يقل عن 200 دولار في ذلك الوقت أيوة. مبلغ كبير وكنا مضطرين لأن عمان لسه بعدها يعني صحيح يعني فيها أدباء كثيرين ولكن بعضهم لم يعد نعم من الخارج كانت هناك أيضا تجربة الأستاذ أحمد الفلاحي في الغدير نعم كانت تجربة في الغدير اليوم في هناك وهج أيضا وكانت متوهجة في البداية بالضبط لكن مع الأسف أيضا نفس الحال نفس الطريقة يمكن في البدايات شجعوا الشباب أخي خالد هذا ليس في عمان في عاصم هذا في الوطن العربي كله أي مجلة أدبية تعتمد في الإنفاق فيها على شخص معين أو أشخاص معين لن تستمر اللهم إلا المجلات التابعة لوزارات الإعلام أو غيرها أو ترعاها مؤسسات تجارية أخرى كبيرة مثل ما هو الآن معلوم مع كثير من هذه المجلات المتخصصة احنا بنستعيد معك أيضا مجموعة من الصور ولكل صورة لها حكاية هذه الصورة يعني بعضها أن يعتز بصورة واحدة منها في 1972 كنا قمنا بحفل في نهاية العام الدراسي أول حفلة نعملها بمناسبة العام الدراسي المنصرم اللي هو 71-72 وكان مولانا صاحب الجلالة شرفنا برعايته لهذا الحفل فهذه الصورة كنت أنا وإياه مع وزير التربية والتعليم المرحوم الشيخ الوليد بن زاهر الهناية كنا نرافقه من البوابة الرئيسية إلى قاعة هذا كان في أي مدرسة؟ في مدرسة السعيدية في مسقط المدرسة السعيدية في مسقط, مسقط. نعم. نعم. نعم وكان من الذكريات وكانت من الصور هذه واحدة من الصور من أما بقية الصور فهي خلال العمل الدبلوماسي نعم بنشوف الآن احنا إن شاء الله. بنشوف مجموعة من هذه الصور وأنا بعلق على كل أمر للتعليق احنا ما نعلق عليها إن شاء الله هذه مع سمو الشيخ حاكم قطر السابق نعم أيام كنت أنا سفيرا في قطر في دولة قطر نعم وهذه أحد تقديم أوراق اعتمادي لملك النيبال في كاتماندو نعم هذه أحد حفلات العيد الوطني في بعض البلدان التي أمثلها ومعي زوجتي وأعضاء السفارة هذا رئيس جمهورية الباكستان السابق أول ما تعينت في باكستان نعم. وهذه اللي سلمك سفينة شباب عمان عندما جاءت إلى قطر وكنت أنا سفير عمان في قطر هذا قائدها وهذا يوسف العلوي وأنا بجانبه هذا معالي يوسف معالي يوسف بن علوي هذه عندما زارت قطر سفينة شباب عمان هذه أيضا أحد الحفلات الأعياد الوطنية هذه نفس الشيء السفير السوري هذه أيام التربية والتعليم لتحديد مواقع للمدارس جوال للمدارس يا المدارس هذه ايضا احد الاحتفالات هذاك السفير الليبي من انا على ما هذه الصوره ترى هذه الصوره خلي شوف تسبيحها هذه الصوره تشوف شيخ الوليد من جانب وانا من جانب ومولانا في الوسط ونحن نتجه الى القاعه
التي أول احتفال بمناسبة نهاية العام الدراسي يقام وفي أقدم مدرسة اللي هي مدرسة سعيدية. نعم. في مسقط. نعم. هذا لا. هذه من الاحتفالات طبعا. احتفالات أتوقع. إيه. نعم. لكن أيضا صور أخرى كانت مع هذه من الصور. هذه الحفلة وأنا هذه الحفلة. أيوة. اللي كانت 71 72 72 نعم. كنت ألقي في حتى أحد المذيعين القدامى حمد اسمه عبد الله حمد. عبد الله حمد موجود. نعم. جنبي عبد الله حمد ماسك. نعم. أبو علاء أستاذ العزيز. نعم. ايه نعم. فهمت. وهذه في المنتدى العدبي الشيخ الخروصي والشيخ سالم السيابي. صحيح. رحمة. صحيح. الله عليه. نعم. نعم. وذاك الخصيبي محمود الخصيبي الله يرحمه. نعم. الله يرحمهم جميعا. نعم. نعم. آمين يا رب العالمين. هذا نفس الشيء محمود الخصيبي جميل في الخروصي. لك اسهام جميل استاذ سالم. نعم. في المنتدى. نعم. ايضا الله يبارك. هذه من هذه احدى المؤتمرات وزراء الخارجيه العرب. نعم. في جده ايابا كانت جده عاصمه للسعوديه. نعم. فكنت. نعم. برفقه معالي وزير الخارجيه رحمه الله عليه. نعم. اللي هو قيس الزواوي. نعم. نعم. معالي قيس الزواوي. هذه ايضا من هذه المنتدى الادبي بعض احتفالنا بالرواد. نعم. القدامى اي سالم الكلباني. هذا اظن ملك النيبال ايضا. رجعت الصور. تقديم. هذه الصور ترجع. هذه انا واعضاء السفاره. نعم. السفاره هذا في النيبال. هذه السفاره الامريكيه. انا والسفير الامريكي قدمنا اوراق اعتمادنا في وقت واحد. وعمل السفير الامريكي حفله بهذه المناسبه. ودعاني إليها. فأني كنت هناك. هذه في زيارتي مع الشيخ الوليد لقطر. وهذا وزير التربية القطري. نعم. نعم. في 1972. جيد محتفظ بهذه الصور. اي والله حافظهم كلهم أكثرهم. ايه جيدا الواحد. هذه برضو مع الزواوي. في الزواوي رحمة الله عليه. نعم. هذه ايضا بعض الحفلات بدي زي سوري. طبعا طبعا طبعا. هذا وزير الدفاع الحالي اللي هو طنطاوي. نعم. نعم. كان ملحق عسكري في ذلك الوقت. في السفاره المصريه وكانت علاقتنا جيدا جدا يعني جيده فدائما نتزاور نحن واياه كاسر يعني. نعم. نعم. هذا الرئيس هذا وزير الدفاع الباكستاني ايضا. باكستاني. هذا سفير النيبال. نعم. نعم. أكثر. لا مجموعة من الصور ما شاء الله. هذا الرئيس الإيراني السابق. أنا كنت رئيس الوفد في معرض الكتاب. إيه. اللي اشتركت في وزارة التراث. نعم. والثقافة. شايف كيف اليوم ذكرناك بهذه الصور. أنا ما كانت في ذهني. أنت طلبت مني هذا الشيء فأخذت هذه المجموعة. لا ما قصرت. إلى الاستوديو عملوا ليها. ما قصرت والله. ما قصرت يعني في آلاف من الصور لكن هذه اخترتها أنا. نعم. نعم. بس حلو أنك أنت تشوف الصورة وتتذكر. ويمكن أنت من زمان ما شفتهم. بالضبط. خليناك اليوم تشوف أنا الصور من جديد. خليتني أروح أبحث في الألبومات البارحة أنقي الصور اللي وغيرتها. عاد أنا بليتك لأن بروحك عاد أنت قاعد تحضر لمجلس الاثنين. أيوة أيوة. ويبت لك أنا بلوة ثانية بعد. وفي يوم واحد. في يوم واحد. يا أهلا وسهلا بك. يا مرحبا بك سهلا. يعني العمل الدبلوماسي ما شاء الله. الكتابة والعمل في الإعلام. أيوة. طبعا بعد ما أنهيت وصلت إلى مرحلة التقاعد في 1996. نعم. بدأت الاهتمام بالكتابة. صار تفرغ. تفرغ كامل تفرغ. وبدأت أكتب في كل من عمان وشبيبة والوطن. واضح. وأجمع وألف بين الفترة والأخرى حتى الآن عدة إصدارات. في لك شيء في المطبعة كذا قاعد. نعم. تحضر. نعم. جاهزة. نعم. لوين وصل؟ في نهاية الشهر هذا بيخلص. في نهاية الشهر هذا كتاب لأبو العلاء المعري. بالضبط. إيه. استعرضتني خلال حياته الطويلة هذه وما كتب عنه من 1000 سنة تقريبا. ما شاء الله. ما شاء الله. ولخصتها وأبدأت وجهة نظري ونقلت وجهة نظر الآخرين حوله. وخاصة هو من المحبي المتنبي. فهمت. وأنا سبق لي وأن كتبت كتاب
عن المتنبي في مرآة النقد الأدبي. فأضفت إليه أبو العلاء المعري. حتى التسمية كذا جميلة ماشية على وزن واحد. أيوة بالضبط. اللي هو المعري الفيلسوف الشعراء وشاعر الفلاسفة. الله. قراءة معاصرة. بالضبط. هذا اللي حيصدر نهاية الشهر إن شاء الله. أتمنى لك التوفيق إن شاء الله. الله يبارك فيك يا سيدي. ودائما كذا معطاء. إن شاء الله. ودائما كذا طالما هناك شيء عرق بعد حي يعطيك. نحن سنستمر بإذن الله. ما شاء الله عليك. وأنا أحييك حتى على حضورك في مجلس الاثنين بصورة دائمة. دائمة أيوة. كل ما تكون كاميرتنا هناك ما شاء الله أنت كنت تكون موجود. نعم ونفرح موجود. فعلا بوجودك. موجود معك. أيوة. لأن ما في مجال غير الأندية الثقافية الآن. وهذه فرصة. أيوة وفرصة ونتعرف على أبنائنا من الشباب الجدد. صحيح. المهتمين بالثقافة. نعم. نشجعهم و. نوجههم. نعم نعم. لا يعطيك طولة العمر إن شاء الله والصحة والعافية. آمين. وتمتعنا. آمين. دائما. الله يخليك أستاذ سالم الغيلاني. نورتنا اليوم في برنامجنا. أشكرك وأنا شاكر جدا عليكم لكم بهذه لهذه الدعوة يسعدك. الكريمة يعني. الله يسعدك ويبارك فيك إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ. يا مرحبا. شكرا جزيلا لك. الله يسلمك. نتواصل معكم خلوكم معنا وعندنا تفاصيل أخرى عن مواضيع أخرى في هنا عمان.